السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة وطالبات طلاب الصف الأول الإعدادي إدارة الزيتون التعليمية في مدرسة رعاية القبة الإعدادية بنات محافظة القاهرة. نحب طبعا نشارككم معانا خبراتنا التفاعلية طبعا كمدرسين وأسر دراسات مدرسة رعاية القبة الإعدادية بنات، إخواتي طبعا وزمايلي. بنبدأ طبعا برئيس القسم الأستاذة مها، رئيس القسم دراسات، والأستاذة إيميليا، والأستاذة مريم، والأستاذة شاكلين طبعا ومحمد صبر. احنا طبعا النهارده بنتكلم عن درس جديد من دروسنا اللي هي التفاعليه، وهو درس النبات الطبيعي والحيوان البري في العالم. طيب عنوان الدرس اسمه ايه بقى؟ النبات الطبيعي. يعني ايه كلمه نبات طبيعي؟ هو النبات الذي ينمو دون تدخل من الانسان. دون تدخل من مين؟ من الانسان، نتيجه تفاعل عناصر المناخ مع التربه. طالما جبنا سيره عناصر المناخ، بنحب بقى نراجع على الدروس اللي فاتت عشان نعمل مراجعه، عشان طبعا عارفين ان احنا كلنا قاعدين في البيت دلوقتي، فاحنا عايزين نعمل مراجعه بين القديم والجديد. ونبدا نسال ميس ايميليا، يا ترى ميس ايميليا يعني ايه عناصر المناخ؟ اهم عناصر يعني الاشياء اللي بتكون من المناخ، اهم عناصر المناخ مستر احمد درجه الحراره، ودي اعلى عنصر، وثاني عنصر الرياح والضغط الجوي، وثالث عنصر الامطار. تمام، برافو عليك يا ميس ايميليا، شكرا. دلوقتي طبعا قلنا عناصر المناخ لما تتفاعل مع التربه تدينا حاجه اسمها النبات الايه؟ الطبيعي. طيب يبقى النبات الطبيعي هو النبات الذي ينمو دون تدخل من الانسان نتيجه تفاعل عناصر المناخ مع التربه. هنبدا بنشوف بقى يا بنات، دلوقتي عندنا النبات الطبيعي متنوع ولا ثابت؟ نسال ميس مريم، متنوع ولا ثابت؟ متنوع. متنوع، في عندنا ثلاث انواع، غابات استوائيه، غابات وحشائش، ونباتات صحراويه. يبقى عندنا غابات وحشائش ونباتات صحراويه. طب يا ترى نسال نفسنا السؤال، يا ترى ليه النبات الطبيعي متنوع؟ اقول مثال، اتفضلي يا ميس مريم. يتنوع النبات الطبيعي حسب تنوع كميه المطر، ويتنوع حسب اختلاف درجات الحراره. برافو يا ميس مريم. يبقى معنى ذلك ان تنوع النبات الطبيعي بسبب تنوع درجات الحراره وتنوع كميه الامطار. يعني ايه كلمه تنوع؟ يعني اختلاف، يعني المطر مختلف من مكان لمكان. احنا خدنا قبل كده في توزيع المطر، فاكرين توزيع المطر؟ هنفكركم برضو ميس ايميليا تفكرنا توزيع المطر مختلف في العالم، في مناطق غزيره المطر زي المناطق الاستوائيه، ودي بتكون من النوع التصاعدي، مناطق متوسطه المطر دي على السواحل، مناطق نادره المطر دي في المناطق الصحراويه. ثلاث انواع المناطق. شكرا يا ميس ايميليا. يعني معنى ذلك احنا كده ربطنا بقى بين القديم والجديد، يبقى احنا كده يعني ايه بنستفاد بكذا درس في وقت واحد. يبقى اختلاف المطر قال اختلاف النبات الطبيعي. هنبدا باول حاجه النبات الطبيعي عندنا الغابات. يبقى الغابات عندنا تعريفها ايه بقى الغابه؟ كلمه غابه يعني ايه؟ الغابه هي عباره عن اراضي شجريه او بها تجمعات شجريه ضخمه وكثيفه ومتشابكه. نقول تاني، يبقى معنى ذلك اراضي بها تجمعات شجريه ضخمه وكثيفه ومتشابكه، ده تعريف ايه؟ الغابه. يبقى الغابه دلوقتي عندنا طبعا تعتبر مهمه ولا مش مهمه؟ مهمه جدا. ليه بقى؟ لانها مصدر للخشب، مصدر الاخشاب اللي احنا بنستخدمها كلها في الاساس وفي البيوت وفي الديسكات بتاعه المدرسه. يعني معنى ذلك ان الاخشاب مهمه لانها مصدر جاي من الغابه، بالاضافه كمان انها فيها العديد من الثمار، ثمار زي الكاكاو زي الموز زي التفاح، في بعض الثمار او بعض الاشجار اللي هي المثمره، فبتفيدنا احنا كانسان بالثمار. كمان بتخلصنا من الملوثات. ايه هي الملوثات؟ ثاني اكسيد الكربون اللي هو طبعا بيلوث البيئه، وبتسحب ثاني اكسيد الكربون وبتعطينا الاكسجين اللي احنا كلنا محتاجينه. يبقى نقول تاني، بما تفسر اهميه الغابات؟ لو احنا مثلا كتبنا سؤال كده صغير وقلنا بما تفسر اهميه الغابات، هنلاقي ثلاث عناصر، مصدر للاخشاب، مصدر للثمار، والتخلص من الملوثات. ده كده بالنسبه للدرس الاولاني او الجزء الاولاني في الدرس اللي هو ايه؟ تعريف الغابات واهميه الغابات. طب يا ترى يا بنات الغابات بتقل في العالم ولا بتزيد؟ تتوقعوا ايه معايا؟ ايه ميس ايميليا؟ بتقل يا مستر، هي بتقل. في بعض الناس بيسيلوا غابات عشان يحلوا محلها الزراعه، او بيسيلوا غابات للاستفاده من اخشابها، ولكن ده بيؤدي للاختلال بالتوازن. كده بقى سؤال مهم جدا، ما النتيجه بقى المترتبه على ازاله الغابات؟ الغابات ميس مريم طبعا عارفه يعني ايه ازاله الغابات، ايه النتيجه المترتبه عليها؟ اللي هو خلل في يؤدي الى خلل في النظام البيئي، خلال معظم الطيور والحيوانات، وارتفاع في درجه الحراره. برافو عليك يا ميس مريم. يبقى معنى ذلك ان هنا في ارتفاع في درجه الحراره. ونرجع برضو للدرس القديم، نربط الدروس ببعضها. كنا خدنا في الاول خالص اول درس الحراره ان في حاجه بتقلل في درجات الحراره من الغطاء النباتي. هاي ميس ايميليا. ايوه مستر احمد، الغطاء النباتي بيقلل لانه بيمنع وصول اشعه الشمس مباشره لسطح الارض، لكن لما بيتم ازاله الغابات فبتوصل اشعه الشمس مباشره لسطح الارض، مما يؤدي لارتفاع درجه الحراره. شكرا يا ميس ايميليا. معنى كده ان الغطاء النباتي اللي هي الغابات اللي الانسان بيزيلها دي طبعا بتقلل دور كبير جدا في ارتفاع درجات الحراره وارتفاع نسبه التلوث والخلل في النظام البيئي واختفاء بعض انواع الطيور والحيوانات. يبقى ده يعتبر سلوك جيد ولا سلوك مش جيد؟ طبعا سلوك مش جيد، وكلنا طبعا بنكافحه لان الغابات دي مهمه جدا بالنسبه لنا، لانها طبعا قلنا طبعا بتؤدي لقله التلوث. هنبدا بقى نشوف الغابات نفسها بقى، انواع الغابات عندنا اربع غابات. واحد
استوائية. اثنين بحر متوسط، غابات البحر المتوسط. ثلاثة غابات مرضية. أربعة سموم برية. بنقول تاني يبقى عندنا أربع أنواع من الغابات، في غابات استوائية وغابات البحر متوسط وغابات نفضية وغابات سموم برية. كل غابة من الغابات دول يا بنات هنلاقي طبعا عندنا ليها ثلاث أجزاء. أول حاجة طبعا الموقع، النبات شكله إيه والحيوان نفسه، أنواع الحيوانات الخصائص الحيوانية والنباتية. بنبدأ أول حاجة بالموقع، أكيد الغابات الاستوائية خدناها برضه في الأقاليم، ومين يقول لي بقى فيكم الإقليم الاستوائي كان من كام لكام؟ 10 لشمال. معانا اسمها الإقليم الاستوائي. الإقليم الاستوائي يمتد حوالين دائرة الاستواء ما بين 10 شمال و10 جنوب، زي عندنا هنا في آسيا، وعندنا في أفريقيا، وعندنا في أمريكا الجنوبية. شكرا يا مسماء. طيب الاقليم الاستوائي يا مس ميليا قلنا طبعا عباره عن صفاته المناخيه، ارتفاع درجه الحراره والرطوبه وسقوط الامطار طول العام. برافو يا مس. يعني انا ذلك ارتفاع درجات الحراره مع سقوط الامطار الغزيره طول العام هيؤدي لوجود غابات استوائيه كثيفه ومتشابكه ودائمه الخضره. من اهم هذه الاشجار عندنا شجر اسمه شجر المطاط، المهوجني، الكاكاو، المهوجني والمطاط والكاكاو. دي طبعا تعتبر اشجار الغابات الاستوائيه. بالنسبه للحيوان عندنا القرده والطيور الملونه والزواحف. ده بالنسبه لو قال لي مثلا حيوانات الاقليم الاستوائي او الغابات الاستوائيه، القرده والطيور والزواحف والنباتات الكاكاو والمهوجني والمطاط. نشوفهم بقى صورهم كده. طبعا دي صوره لاشجار الكاكاو، وهنا طبعا الزواحف، ودي الطيور الملونه اللي هي البغبغانات، ودي توزيع طبعا اللي موجود فيه على الخريطه نوزعه تاني من هنا. الغابات الاستوائيه طبعا هتكون موجوده حول دائره الاستواء زي ما اسمها قالت، تعتبر حول دائره الاستواء في افريقيا واجزاء طبعا من امريكا الجنوبيه وجنوب اسيا. ده بالنسبه للاقليم الاستوائي. الغابات الثانيه بقى عندنا غابات اسمها غابات البحر المتوسط، ومن اسمها طبعا هتكون موجوده فين؟ في اقليم البحر المتوسط اللي هو كانت صفاته المناخيه مس مريم فاكراه حار جاف صيفا، يبقى كنا بنغنيها كده مع بعض يا بنات، حار جاف صيفا دفيء ممطر شتاء، يعني امطاره في فصل الشتاء. طيب بيجيب بقى ازاي بقى اشجار دائمه الخضره؟ طبعا ربنا سبحانه وتعالى ادها ميزه انها تتكيف مع الوضع دوت، انها تقدر تتحمل الجفاف، الاوراق بتاعتها بتبقى سميكه وتقدر تتحمل الجفاف صيفا وشتاء، الامطار بتبقى في الشتاء فقط، عشان كده هي اشجار دائمه الخضره وتتحمل الجفاف زي شجر الفلين وشجر الزيتون، الفلين والزيتون. طب الحيوانات طبعا كلنا بنشوفها طبعا عندنا في مصر، موجوده عندنا الاغنام والماعز. الاغنام والايه؟ والماعز، لان احنا طبعا نعتبر تابع برضه اقليم البحر المتوسط. ده بالنسبه لاقليم البحر المتوسط. نشوف بقى اشجار الفلين معانا هنا. دي طبعا اشجار لغابات البحر المتوسط، ودي الاغنام، وده توزيعها طبعا في العالم اللي هو طبعا حوالين منطقه البحر المتوسط وفي غرب امريكا الشماليه وغرب امريكا الجنوبيه وغرب افريقيا وجنوب غرب استراليا. دي كده غابات البحر المتوسط. الغابه الثالثه بقى اسمها الغابات النفطيه. موقعها هنطلع بقى فوق شويه كده عند المناطق المعتدله البارده. المناطق المعتدله البارده اللي هي طبعا كانت من كام لكام؟ مين فاكر رقمها؟ من كام يا ميس ايميليا؟ من 45 ل 60. من 45 ل 60، وخاصه اقليم غرب اوروبا. ونفتكر سؤال مهم جدا يا بنات اللي هو غرب اوروبا سقوط الامطار بالغزاره. ميس مريم؟ ده سؤال مهم جدا يا بنات، بنراجع برضه على المناخ اهو، بنضرب عصفورين بحجر. يبقى عندنا دلوقتي ليه اقليم غرب اوروبا بتمطر فيه الامطار كل عام؟ لانه يقع في نطاق الرياح الغربيه الايه؟ العكسيه. نشوف بقى المناطق دي بتمطر طول العام، فاكيد هتوجد فيها غابات اسمها الغابات النفطيه، واكيد كلكم دلوقتي بيجي لكم في دماغكم ايه النفطيه؟ يعني ايه سموها نفطيه؟ لانها تنفض اوراقها، جت من كلمه نفطيه، تنفض اوراقها في فصل الشتاء. يعني ايه تنفض اوراقها؟ تبقى عباره عن فروع خشب فقط بدون اوراق، حتى تتكيف مع الوضع اللي هو موجود طبعا في الجو دوت، لان بيكون شديد البروده في الشتاء، واما في الصيف بيكون دافئ او معتدل مع سقوط امطار. فتبدا بقى تطلع الورق بتاعها تاني، فعشان كده اسمها غابات ايه؟ نفطيه. من اشجارها طبعا عندنا شجر اسمه شجر الزان والبلوط، اشجار الزان والبلوط والحيوانات اللي هو القطط والثعالب والسناجب والطيور الملونه. نبدا بقى نشوف اشكال الغابات النفطيه. عندنا طبعا دي اشجار الزان، اشجار البلوط، وده السنجاب والطيور، متوزعه طبعا في العالم اللي هو طبعا بنقول توجد في اقليم غرب اوروبا. يبقى الغابات النفطيه لماذا سميت بهذا الاسم؟ سؤال مهم جدا، واسمها طبعا بتلفت نظرنا للسؤال ده، لماذا سميت الغابات النفطيه بهذا الاسم يا اسمها؟ لانها تنفض اوراقها في فصل الشتاء. في فصل الشتاء تتساقط الاوراق بتاعه هذه الاشجار في فصل الشتاء.
فلذلك سميت بالغابات النفطيه. وده سؤال مهم جدا. ناخد عندنا بقى بنات اخر غابه عندنا هي الغابات الصنوبريه، وطبعا اسمها صنوبريه لان من ضمن اشجارها اشجار الصنوبر، فطبعا دي توجد في المناطق البارده، في المناطق الايه البارده اللي هي طبعا هتقع يعني تعتبر يعني تقريبا برده من 45 ل 60 بس في مناطق اللي هي شرق القارات، ودي اشجارها دائمه الخضره. طب ازاي دائمه الخضره وهي في منطقه بارده؟ مين يعرف يجاوب؟ هي واخده شكل المخروطي. ليه بقى شكل المخروطي؟ حتى لا يتراكم عليها السلوك. طبعا زي ما شايفين طبعا الشكل في اشجار السنوبر بتبقى واخده زي المثلث بالظبط، تبقى واخده الشكل المخروطي حتى لا تتراكم عليها الايه السلوك، فتفضل خضره في وسط منطقه كلها بارده. فتوجد في المناطق البارده وهي اشجار دائمه الخضره مخروطيه الشكل لا تتراكم عليها السلوك، زي الصنوبر والشربين. هي طبعا اسمها الصنوبريه، فهي اسمها ايه بقى؟ اشجار الصنوبر واشجار الشربين، ومن حيواناتها الثعالب القطبيه. نعيد بقى اللي احنا قلناه كده بسرعه تاني. يبقى عندنا كام غابه؟ اربعه. في غابات استوائيه معايا، غابات متوسط، غابات نفطيه، غابات صنوبريه.